السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الجمال المغربي. اليوم بإذن الله سأشرح لكم طريقة تجهيز الحمام المغربي. ولنجاح الحمام المغربي ضروري من البخار أو خيمة الصونة. راح نحتاج الصقلة المغربية أو صقلة العروس المكونة من 26 عشبة تفتيح، وأنا أستعمل هذه الماركة التي جهزتها بنفسي. وعندنا عنصر ثاني وهو الصابون بلدي، أنا استعملت صابون النيلة، ممكن تستعمل العكرفاسي أو صابون بزيت الزيتون، المهم المتوفر عندكم. وهذا هو شكل العكر الفاسي. على بركة الله نقوم بتجهيز صقلة الحمام لتوحيد وتفتيح لون البشرة. نخلط المكونات بماء ساخن، ضروري من الماء يكون ساخن، ونحرك المكونات جيدا. الآن سنقوم برقد الليفة في ماء ساخن، وضروري الليفة تكون من النوع الخشن، وهذه الليفة من الدرجة الأولى. فيه أنواع من الليفة اللي تكون سيئة، أول استعمال تتمزق، وكذلك لا تكون خشنة ولا تشيل الأوساخ. لازم نترك الخليط ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى يتخمر، وبعدها نستعمله في الحمام المغربي ونحطه للجسم كله ونتركه 15 دقيقة، وبعدها نفرك باليد ونغسل بالماء، وبعدها نحك بالليفة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.